يستقبل أهالي كركوك عيد الفطر المبارك بعد شهر كانت موائد الإفطار الجماعية أهم سماته للطلبة وفي المخيمات ودار المسنين ضمن مواقف إنسانية لسكان المحافظة مع الوافدين. أما العوائل وخاصة النساء فكان التبضع للعيد من أولوياتهن حيث اكتظت أسواق الملابس. اليوم احنا في مخيم ليلان إحدى مخيمات النازحين في كركوك، وكما تلاحظون الأعداد هائلة، أكثر من 4500 نفر شخص متواجدين في هاي المخرم من موصل والتلعفر. اليوم شاركنا معهم وجبة إفطار بدعم الخيرين وجهود المتبرعين. الحمد لله حل يعني إن شاء الله، ظلنا الأمن والأمان إن شاء الله، إن شاء الله يحفظ بلدنا ويحفظكم ويحفظ كل العراقيين إن شاء الله. حل يعني الحمد لله، خلف الحمد والشكر لله. أمان وتحضيرات الناس دا تتحضر للعيد، وأمنيتي بس يعم الأمان للشعب العراقي. أحيا البعض الليالي في الجوامع خاصة العشر الأخيرة من الشهر الفضيل، والبعض ينتظر دوره في محلة الحلاقة. لعبة الصينية هذا الموروث القديم يكاد لا يفارق ليالي رمضان على أنغام الموسيقى ومطربين من كل مكان، وسط استقرار أمني ينعكس على حال السوق. هاي اللعبة الصينية، هاي من تراث كركوك، يسميه لعبة صينية وزرف، وهذا 11 ظرف يصير والصينية، هذا يعني من آثار قديم كركوك. كل زين أمان كلش، الحمد لله كل زين الحمد لله، والناس مرتاحين. بالرغم من أن المحافظة تشهد توترا سياسيا بعد الانتخابات وخرقا أمنيا في منتصف الشهر، إلا أن مظاهر استقبال العيد لم تختفي. للشرقية نيوز أتيلا الأغا كركوك.